في إطار جهود الدولة لنشر الثقافة ودعم المواهب، أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق عن فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس الأعلى للثقافة 70 بحضور جميع الأعضاء للتصويت على جوائز الدولة لعام 2024. في اجتماعه السنوي 70 اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على اختيار الفائزين بجوائز الدولة في التفوق والتقديرية والنيل، إلى جانب اعتماد نتيجة لجنة التحكيم الخاصة بالفائزين بجائزة الدولة التشجيعية. جوائز الدولة ده يعني تقليد متبع في وزارة الثقافة المصرية على مدار 66 عام، وإن شاء الله يستمر. القيمة في أن هذه الجائزة مقدمة من الدولة المصرية، وطبعا ده شرف كبير جدا لأي مثقف أو مبدع سواء كان مصري أو عربي أنه يعني ياخد جائزة من الدولة المصرية، لأن الثقافة المصرية يعني راسخة ومهمة جدا وفي وجدان كل الوطن العربي. اليوم بيمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من الإجراءات المرتبطة بجوائز الدولة، بتبدأ بفتح باب التقدم والترشح في بدايات أكتوبر من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر لمدة 3 أشهر. ذكرت تقدم وترشح لأن لدينا عدد من الجوائز يتم التقدم لها بصفة شخصية من المرشحين، وهي جائزة الدولة التشجيعية في عمومها، ثم جزء من جائزة الدولة للتفوق أيضا يمكن للأفراد أن يتقدموا بصفة شخصية، وجزء منها يكون عن طريق ترشيح جهات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للثقافة للترشيح. التصويت تم في المجلس الأعلى للثقافة على الفائزين بجوائز الدولة وبحضور الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وذلك لاختيار الفائزين بالجوائز في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، من بين الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية. فكرة أن هناك جوائز للدولة تقدم كل سنة للمبدعين سواء من الكبار أو من الشباب، ده شيء جميل جدا جدا، ويعني قطعا هو شيء بيثري المجال الثقافي والمجال الفني في مصر بشكل جيد، وبيشجع الآخرين على التفوق. يمكن أنا كل اللي أتمناه فعلا أنهم يجدوا مكانهم وطريقهم ووجوههم وكلماتهم في يعني على شاشة التلفزيون المصرية بالكامل. الثمانية اللي يستحقوها بالفعل، السيرة الذاتية قوية جدا، فتعتبر كانت المنافسة بين أسماء كلها تستحق جائزة الدولة، وبالتالي ده بيوري ان اللي يفوز بالفعل يكون يستحقها، واللي ما فازش مش معنى كده ان هو لا يستحق، وانما هي مسألة تصويت على الأسماء الموجودة طبقا للسير الذاتية المرفقة. انطلقت المسيرة الحافلة لجوائز الدولة منذ أكثر من 60 عاما بهدف تشجيع المواهب المختلفة، بما يعكس اهتمام الدولة بتكريم الإبداع ودعمها للتنوير. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.